تقرير أراه شديد الأهمية لأنه متعلق بصحة المصريين وبالرعاية الصحية للمصريين، وبتوجيهات من فخامة الرئيس بالرعاية الصحية اللائقة للمواطن. نجح فريق طبي في جامعة طنطا في أنهم عملوا إنجاز الحقيقة جديد يضاف لإنجازات السجل الصحي المصري ولعبقرية الأطقم الطبية المصرية. إيه هو بقى؟ حالة نادرة والأول مرة، جراحة متقدمة جدا بتركيب جهاز محفز، خد بالك بقى، جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لسيدة تبلغ من العمر 50 سنة. هي عندها شلل رعاش من 8 سنين. طب احنا عملنا ده فين؟ ده في المستشفى التعليمي العالمي. وعادت المريضة لحياتها الطبيعية بعد إجراء عملية استغرقت 12 ساعة. التكلفة كانت 1,000,000 جنيه ولكن على نفقة الدولة. التقرير ده مهم قوي 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 عندي لسببين. السبب الأول هو السبب العام، إن أنا أقدر أساعد ناس إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي. والسبب الثاني بشكل خاص، أنا لي خالي يعاني من هذا المرض وهو في المستشفى دلوقتي. فخالي عبد الوهاب ده هو اللي علمني كل حاجة حلوة في حياتي. فأشوفه بيعاني من المرض ده بقاله 13 سنة وأنا قاعد عمال بشوف مع زمايلي التقرير قبل ما نعرضه على حضراتكم، كل اللي بيدور في مخيلتي هو سؤال واحد بس، وهل يصلح هذا الجهاز لأنه خالي حالته تتقدم حبتين وتبقى أفضل؟ خالي عنده 73 سنة، انتوا عارفين أنا هعمل إيه بعد ما أخلص الحلقة وأصحى بكرة الصبح؟ أنا هكلم الناس الدكاترة اللي عملوا الحالة دي، وهقول لهم والله أنا عايزكم تشوفوا خالي ده، وتقولوا لي يا ترى يا هل ترى هل هذا الجهاز يلي ينفعنا ولا ما ينفعناش؟ ربنا يخلي ايد كل دكتور يقدر يساعد مريض انه يشفى او ان حالته تبقى افضل. تقرير وفاصل ونكمل الكلام، واعذروني لو كنت قلت لكم حاجه شخصيه بس اظن ان احنا واحد يعني. والله النوع ده من الحالات انا كنت اخدت فتره تدريب ومعايشه في المانيا على اجراء الجراحات ديت، وكنت يعني بتمنى ان احنا في يوم من الايام نوصل في مصر لاجراء النوع ده من الجراحات. الحمد لله النهارده احنا وصلنا ان احنا نعمل الجراحه دي بكفاءه تامه، والمريض الحمد لله بعدها 12 ساعه من التخدير تمت على مرحلتين. احنا بنبدا تخدير كلي وبعد كده بيبقى فيها جزء تخدير موضعي عشان نختبر مراكز المخ الحيويه اثناء الجراحه، هل الاجراء نفسه اثر على الوظائف المخ اثناء الجراحه ولا لا. فبنفوق العيان عشان نختبر وبعدين نرجع ننيم تاني. ده طبعا محتاج تعاون كامل مع الجراحين ونبقى احنا فاهمين هنعمل ايه اثناء الجراحه. كل الدور بتاعي كان عباره عن دور ماستر الاداء، بوفق بين التخدير والجراح، تمريض، اللوجيستكس اللي موجوده للمكان، توفير كل احتياجات المريض قبل العمليه واثناء العمليه وما بعد العمليه. والحمد لله ربنا كرمنا بالحاله ديت، وان شاء الله تبقى فتحه خير في ظل دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل في إنجاز قوائم الانتظار والقضاء على احتياجات المرضى. يعني بصراحة عملية تتكلف أكتر من 1,200,000 جنيه لمريض واحد، دي حاجة يعني تتحسب لسيادة الرئيس بصراحة. الإنجاز اللي حصل النهاردة هو استكمال لمنظومة جهد كبير بتبذله مستشفيات جامعة طنطا في القضاء على قوائم انتظار المبادرة الرئاسية، ويمكن ده بيدي صوره وتصور ان فعلا المستشفيات الجامعيه تقدم احدث ما وصل اليه العلم الحديث لخدمه المرضى وخدمه البحث العلمي. بنشارك فيه بكوادرنا من الشباب اللي سافروا بره، للدوله صرفت عليهم وعلمتهم في اعلى المراكز العلميه على مستوى العالم، بيترجموا بينقلوا هذه الخبرات وبقى في تعاون. النهارده الطب الحديث ما بقاش تخصص واحد، قد يكون المسمى هو تخصص كبير
زي جراحة المخ والأعصاب، ولكن هناك تخصصات دقيقة في تعاون كبير جدا ما بين كافة الأقسام. احنا مهتمين اهتمام بالغ بزيادة عدد الأسرة، عندنا خطة استراتيجية لزيادة عدد الأسرة خلال 4 سنوات. هذه الخطة بدأت منذ 3 سنوات بالفعل. هذه الخطة ان احنا نوصل من 2000 سرير ل4000 سرير، احنا حقيقة وصلنا حد دلوقتي الى 3000 سرير بالفعل. بالإضافة لكده تحسين جودة الخدمات الصحية، بحيث ان احنا نقدم خدمات صحية وطبية على أعلى مستوى ممكن وعلى مستوى دولي وعالمي، لأنه الحقيقة إحنا لا ينقصنا شيء. يعني الدولة لا تبخل على الجامعات ولا على جامعة طنطا الحقيقة بتقديم أفضل تجهيزات طبية ودعم المشروعات الصحية بشكل كامل. عندنا كم محلات غير عادي في قوائم الانتظار، نظرا للسمعة الكويسة للاسم في شغله، فعندنا حالات كتير جدا منتظرة. الكلية والإدارة والجامعة وما بيبخلوش عننا ان هم يقدموا لنا كل عون يقدروا يقدموها لنا. احنا عندنا في الاسم عاملين وحدات، اي حد من الدكاترة عندنا سافر بره ومتميز في شغله، الاسم بيقف جنبه وبيعمل له سبورت وبيبقى سعيد جدا ان هو ينجح. ده بيبقى نجاح للاسم كله، مش نجاح لشخص واحد. طبعا هي يوم العملية ده بيبقى يوم شاق جدا، بتبقى انت مش حاسس بالوقت، بتبقى انت جاي المستشفى من بدري ومحضر كل حاجة قبلها بفترة طويلة وعامل تشيك انه كل الاجهزة تمام، مفيش حاجة هتفاجئك يوم العملية. فالتخطيط للعملية والترتيب ليها بياخد وقت طويل جدا، أيام أسابيع في حالتنا احنا شهور طبعا، لأن احنا عاوزين ندخل التقنية الحديثة دي عندنا ونبتدي في إجراءات التسجيل والتنبيه داخل غرفة العمليات اللي بتزود من دقة جراحات شلل الرعاش.